انا عندي هنا معادله من الدرجه الرابعه. المعادله دي هشوف لو هحلها بالجذور الكسريه، فهشوف المعاملات بتاعت الرقم 36 فعليها كل الارقام دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 18 رقم ممكن ينفع. فطبعا انا في الامتحان مش هقعد اجرب 18 رقم، او هقعد اجرب لحد ما الاقي حاجه هتنفع معايا، طبعا ده هياخد مني وقت. فانا ممكن اكتب المعادله دي على الكالكوليتر بالفا اكس باور 4 ناقص 4 اكس باور 3 ناقص 5 اكس باور 2 بلس 36 اكس ناقص 36 الفا اللي هي كالج او سولف دي عشان يديني ايكوال 0. بعد كده بعمل شيفت سولف، هيقول لي عايز سولف للاكس بكام. هنا انا اكبر رقم عندي 36، فهقول له مثلا 36 ادوس ايكوال. هياخد وقت شويه وهيقول لي هيديني جذر من جذور المعادله دي. وطبعا انا لو عرفت جذر واحد هعرف ساعتها احلها وهجيب او لو عايز جذرين برضو بنفس الحكايه دي ممكن اجيب جذرين. ولو عايز كل الجذور بعملها بالكالكوليتر، بس دي ليها حاجه تانية. فهنا مثلا اول جذر طلع لي هنا هو 3، فلو انا كنت جربت 3 اول مره كنت هلاقيني فيها معايا، لكن انا طبعا في الامتحان هجرب مثلا الاثنين والنيجاتيف 2 بعد كده بوزيتيف 3، فكده ضيعت ايه من وقتي مرتين على ما لقيت ده. فانا عرفت ان اول جذر معايا هو مثلا 3. طب انا عايز جذر كمان، هدوس ايكوال مثلا. اصغر رقم عندي كام؟ نيجاتيف 36، فاقول له نيجاتيف 36 ايكوال. فانا كده عارف ان انا معايا جذر اللي هو 3. ودلوقتي هجيب جذر تاني وبعد كده هحلها بقى ان هو ايه، هعمل لها قسمه تركيبيه بالرقمين دول وهيبقى معايا معادله من الدرجه التانيه دي، ساعتها هعرف اشتغل بيها عادي على الكالكوليتر برضو. فهنا اهو نيجاتيف 3، يبقى انا كده معايا 2، ال 3 والنيجاتيف 3. طبعا هي هنا صدفه ان الاثنين هيجوا ورا بعض، لكن انا ممكن كانت مثلا تطلع 3 و9، فالفرق هنا اللي انا هقعد اجربه هنا هيبقى كتير. فانا بكتب المعادله على الكالكوليتر وبعد كده بعمل شيفت سولف واختار مثلا انا اكبر رقم عندي كان 36 واصغر رقم 36، فطلع لي الجذر 3 ونيجاتيف 3. فبعمل قسمه تركيبيه بقسم على 3 ونيجاتيف 3 وهيطلع لي معادله من الدرجه الثانيه اعملها على الكالكوليتر عادي بقى.